ده تقاوي راجل ده ولا بدا افندي فين يا واد؟ راح المينا وجاي حالا. طب روح استعجله. حاضر. اتفضلوا. اتفضل يا فندم. اتفضلوا. ايه اليافطه دي؟ ده البدا افندي. ما هو البدا افندي ده ابو النسب. ازاي يعني؟ اصل قريت الفاتحه معاه على عزيزه بنتي. الله، هي عزيزه هتتجوز الباز؟ ليه لا؟ راجل مثقف ومستوعب الاشياء وقاري. وعزيزه موافقه على الحكايه دي؟ ما دام انا موافق مفيش معارضه ابدا. طب ومالهم ما اتجوزوش لغايه دلوقتي ليه؟ والله بقى المدام بتاعتي راسها والف صرمه قديمه، لازم حميده الكبيره تتجوز الاول. طيب وحميده الكبيره دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ اسمها ونصيب، يا ما جالها عرسان وتيجي في اخر لحظه وتتعقد. لكن انا قلبي حاسس ان العقدة هتتفك على ايديكم. بس بقى قوم قوم. البسطة جت يا ولد؟ لسه بس يا فندم. طب اذا جه حد يسأل عني خليه يستناني بره، انا مش هنا خالص. حاضر يا فندم. اهلا ريس حنفي. خير؟ مين دول؟ دول جماعه معارف قديمه من رشيد، بعت لهم نورماندي وجاي لجنبك عشان تكتب لنا العقد. جه 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 جه. يا انت بعت لهم نورماندي؟ خدمه لوجه الله، كمان احب اساعد الشباب الناهض. واخدت منهم دول كام يا ريس حنفي؟ 10 مقدما و15 مؤخرا. صلاه النبي احسن. معاكم رخصة صيد يا شطار؟ لا والله احنا ضيعناها في رشيد. طب دي فيها مخالفة وغرامة وحبسة وإحداها. يلا بينا، بلاش نورماندي. يلا بينا. بلاش نورماندي ازاي؟ وانا خلصت ازعلكم؟ انا طلع لهم رخصة بس يا فندم. اساميكم. انا اسمي حسن محمود. وانت؟ حميدو السيد ابن حميدو. صلاة النبي احسن. وساكنين فين؟ اكتب عنوانهم عندي انا. ياه، دول يظهر عزاز عندك قوي يا ريس حنفي. يا عم ما تخلصنا بقى، انت سمسار ولا وكيل نيابه؟ بيقول ايه الجدع ده يا ريس حنفي؟ انا فك اصله خايف لابو نعناع يبرد. ابو نعناع ده ايه بقى؟ اصل المدام بتاعتي عامله لهم شويه شاي بنعناع. صلاه النبي احسن. ده انتوا دخلتوا في الجد قوي. بتبصموا ولا بتمضوا؟ بنبصم بس بسيط. طب صباعك. تاخد راخر صباعك. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك يا حاج افندي. اوام بقى افندي زي زيه كده خلاص؟ لا مؤاخذه يا باز افندي، اصل دلوقتي بقينا جمهوريه. هات الختم بتاعك. هات فدك فدك. كلمت المدام ولا لسه يا ريس حنفي؟ أنا اديتك كلمة راجل وقريت الفاتحة معاه، وأنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبداً. والمدام موافقة والأشياء معدن. طب ومستني إيه؟ اعتبرها دخلت، عزيزة لك وأنت لها، بس تصبر علي همسة حائرة. طيب يا ريس حنفي أنت بقى مع السلامة. وأنا هبعت لكم العود بعد التسجيل على البيت. مع السلامة يا حبيبي أنت وهو. الله يسلمك يا بدبوز يا فندم. صلاة النبي أحسن. يا رازق الدودة في الحجر والطير على الشجر، ترزق حميدة بنت تفيدة بعريس ابن حلال جميل جمال، إن شاء الله حتى يكون له مثال. حمود بحصة يمه، ذنب في رقبتي. يا عيني عليكي وعلى بختك العكر. أنا عارفة راحوا فين العرسان؟ زمان وأنا صغيرة كانوا العرسان على قفا من يشيل لحد ما اخترت أبوكي. أنا ما أقدرش أصبر زيادة عن كده، شوفوا لكم حل. الصبر نفد مني خلاص. مالك يا عزيزة يا أختي؟ أنت عارفة إن جوازتك دي تمت هتبقى سبب تعاستي وشقاية؟ يا نصيبتي؟ يعني إيه؟ يعني هفضل طول عمري عايشة لوحدي؟ وحيد ونهان شريط حيران، أبكي وأنوح على هوايا وأضحي قلبي في يوم في يوم في يوم هنايا؟ أنت عارفة إنهم مش عايزين يجوزوني لما تتجوزي أنت؟ أهم دلوقتي هيتجوزوني الباز أفندي غصب عني. كويس كده يعني؟ يعني إيه يا عزيزة يا أختي؟ يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس ابدا على العقل الباطن.
تفتشوا على ايه؟ ياما انا عايزه اجل جوازي شويه لحد ما ربنا يوعد عزيزه اختي بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا حبيبتي. الباز افندي راجل ابن راجل وعليه كرافته ترد الروح. ياما انا ما بقبلوش الكلام ده. ايه يا عزيز؟ امال عايزه تتجوزي مين؟ عبد الحليم حافظ؟ اخر زمن البنات تنقي عرسانها. ياما وانت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انا افصل وانت تلبسي، انا اطبخ وانت تاكلي، انا اخطب وانت تتجوزي، فاهمه ولا لا؟ وانت يا حميده شنكلي لك واحد من الاثنين دول يلا وخلصينا. انا خلاص ياما شنكلت وتشنكلت. مين هو يا حميده؟ احلى واحد فيهم ياما ابن حميده. الف مبروك الف مبروك، البخور اشتغل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عواف يا ام حميده. يا عفيف يا حنفتي، تعال اشوف لك حل مع استعزيزه. ايه يا عزيزه؟ تعالى المدام ليه؟ يابا انا عندي اموت ولا اتجوزت البذا فندي ده؟ كلام ايه ده يا عزيزه؟ ده الراجل انا نفسي اتمناه. بس يا ريس حنفي، ما دام ما بتحبوش مش ضروري تغصبوه على جوازه. وانت مالك يا بارد انت؟ حد خد رايك؟ كده؟ طب حقك عليا وعلى كل حال البذا ده برقبتي. طب اطمر رقبتك منك لو. الله يسامحك. وانت يا حميده ربنا يفك عقدتك انت كمان ويرزقك بابن الحلال يا حميده يا بنت حنفي. ازيك يا ابن الحلال؟ الله يخليك يا انسه حنفي. الشاي يا عزيزه. الفطير يا حميده. حاضر يا امي. اوامك، عاوز اكل. على عيني يا امي. اموري ولا نفذ يا امي. يا امي افتحي له الباب يا امي. يا حلاوتك يا امي. اتفضل يا حسن افندي. اتفضلوا. اتفضل. وناويين تسكنوا فين يا شبان؟ والله يا ست ام حميده احنا بعد ما نشرب الشاي هننزل ندور لنا على اوضه ولا حاجه. ودوروا ليه يا ابني؟ احنا عندنا تحت اوضه بحري جنوبي شمالي قبلي. اه يعني خشها الشمس والقمر. وتبقوا جنبنا واحده جنبكم. عايزتوا حاجه بالعافيه؟ محتاجه. انت متاكد ان الاوضه دي كويسه ولا يعني رخره نورماندي تو؟ نورماندي ايه يا سيدنا الافندي؟ بقول لحضرتك دي قصر منيل. لمصلحة المواني والمناير. حب تأجرها منا ما رضيناش أبدا. يا سلام. أنت إيه ما بتعرفش سويسي؟ ده أنتوا حظكم السما اللي وقعتوا في إيدينا. قولوا لهم مبروك يا بنات. على إيه تاني يما؟ أجروا الروف جاردن اللي تحت. يا سلام يما، ما تقوليش اتخلق لي واتخلقت له. يا بنتي من صبر ظفر. ظفر؟ هو في أكتر من كده ظفر. يلا يا بنات انزلوا نضفوا لهم الأوضة. يا سلام، إحنا اللي نضفها؟ ليه؟ هنسكن فيها. يعني إيه؟ هنسكن فيها وسخة؟ إذا كان عاجبك. يلا يا عزيزة يا بنتي، الأوضة وسخة قوي، محدش يسكن فيها بحالتها دي، ولا البهايم. الله يخليك يا ريس. يلا يا حميدة انزلي مع أختك. يا سلام عليك يا أمه، مش مستنى لما ابن حميد يشرب الشاي. يا رب. 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 يا رب